إذا خسرت الدنيا كلها وأنت مع الله فما خسرت شيئا، وإذا ربحت الدنيا كلها وأنت بعيد عن الله فقد خسرت كل شيء. مرحبا بكم متابعينا الكرام. إن من أشراط الساعة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنها تظهر قبل قيام الساعة، كل ما يظهر منها يكون علما من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، وقد وقع من ذلك في الماضي شيئا كثير، ولكن لا يعرف ذلك إلا من عرف هذه الأخبار وعرف ما يصدقها من الواقع مما حدث ويحدث. والأحاديث الواردة في هذا الشأن كثيرة، وكثير منها في الصحيحين وغيرهما من المصنفات الحديثة. والمقصود من هذه الكتابة هو ذكر بعض ما يتعلق بما وقع في هذا العصر. ومن هذه الأحاديث ما رواه البخاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكسر الهرج أي القتل. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكسر الجهل ويكسر الزنا ويكسر شرب الخمر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين يدي الساعة يظهر الربا والزنا والخمر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق، فيكون خيارهم يومئذ من يقول: لو وريتها وراء هذا الحائط. وعن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال أمتي بخير ما لم يفشى فيهم ولد الزنا، فإذا فشى فيهم ولد الزنا فيوشك أن يعمهم الله عز وجل بعذاب. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم ويتقارب الزمان وتقصر الزلازل وتظهر الفتن ويكسر الهرج أي القتل. قد تضمنت هذه الأحاديث جملة من الأمور التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تقع في آخر الزمان قبل قيام الساعة، وقد وقع كثير منها في الزمان الماضي، وهي تتجدد وتتكرر. والذي نقصده التنبيه إليه ما وقع في هذا العصر وكسر كسرة لم يسبق لها نظير في القرون الماضية، وذلك لكسرة أسبابها. لذلك نخص بالذكر والتنبيه خمسة أمور مما اشتملت عليه هذه الأحاديث، وهي القتل والزنا وشرب الخمر ورفع العلم وكسرة الهرج.